السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة حلويات للا سعيدة. اليوم غادي نوجد معكم ريب ديال المحلبات ناجح 100% بجوج مكونات فقط، وسهل في التحضير وكيجي عاقد. اللي ما كيصدقش ليها غير تبع معايا المراحل ديال الفيديو وغادي ينجح ليها ان شاء الله 100%. نخليكم مع الطريقة ديالو، فرجة ممتعة. كنحتاج في المكونات جوج لتر ديال الحليب من نوع ديال الكرتونة او لا الحليب ديال العبار كامل الدسم، 4 معالق ديال السكر سنيدة وكيبقى على حسب الذوق بالنسبة للسكر، وجوج صاشيات ديال سكر الفانيلا، وجوج ديال الياغورت من نوع اللي كيكون عاقد. كنجيب واحد الكاسرولة وكندير فيها النص ديال الحليب، يعني لتر حليب كندير فيها النص ديال الحليب، ونخلي النص بارد. كنزيد عليها السكر سنيدة. انا درت هنا 4 المعالق كبار، تقدروا ديروا نتوما اكثر او لا قل على حسب الذوق. وكنزيد صاشيات ديال الفاني ونخلطهم مزيان حتى كينسجموا، ونديرهم فوق النار حتى كيوصل لمرحله الغليان. وكنجيب اناء اخر وندير فيه الياغورت، هانتوما كتشوفوا كما قلت لكم كيكون من النوع اللي كيكون عاقد هو اللي كيصدق به هذا الريب. هذا إذا كان كريمي او لا هذاك الجاري ما كيجيش مزيان الريب. وكنزيد عليه الحليب البارد، كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا، حتى ما كيبقاوش الكويرات ديال الياغورت. صافي، ملي تخلطو كنزيد الحليب الاخر اللي بقى، ونجيب الحليب اللي طاب اللي وصل لمرحلة الغليان، كنخلط معاه الحليب البارد اللي خلطت معاه الياغورت، كنحركهم حتى كينسجموا مزيان. ملي كنخلط الحليب البارد مع الحليب السخون كيعطيني الحليب يكون معتدل الحرارة، هذا هو باش كيصدق الريب ديالنا. كنجيب الكؤوس وكنبقى نكب فيهم هذا الحليب. هاد القياس هذا كيعطيني 12 الكاس من هاد النوع من الكؤوس. وكنعمرهم مزيان، ونستمر على هكا حتى نعمر الكيسان كلهم.
صافي ملي عمرت الكؤوس كاملين عطاني القياس هو هذاك 12 الكاس. كنجيب واحد الطريفات صغار ديال السلوفان ونغلف بيه هاد الكؤوس. صافي ملي غلفتهم كلهم كنجيب واحد الغطاء يكون سخون ونسرح فوق الغطاء السلوفان، كنفرشو فوقه مزيان وندير فوق البلاطو اللي درت فيه الكؤوس ديال الرايب. ونعاود نغطيه مرة أخرى، غطيته من قبل كل كاس بوحدو ونعاود نغطيه مرة أخرى بالسلوفان ونحاول نغطي الجناب. ونرد عليه هذاك الغطاء السخون ونخليه مدة 12 ساعة، نخليه في بلاصتو ما نحركو ما والو، في البلاصة فاش صاوب الرايب يبقى في بلاصتو ما تهزيش تحوليه لبلاصة اخرى او لا. صافي ملي كملت 12 ساعة وجدنا الرايب ديالنا، غادي نوريه لكم دابا. غادي نحيد له السلوفان، هانتوما كتشوفوا كيجي عاقد. دابا هاني وريته لكم، ما دخلته للثلاجه لا والو، خليته في الغطاء ديالو ودابا كيبان لكم عاقد. ملي كندخلو للثلاجه ساعه او لا ساعتين حتى كيبرد كيزيد يبان الجموديه ديالو. هانتوما كتشوفوا كيجي عاقد وشاد راسو وناجح 100%. كنصحكم انكم تجربوا هذه الطريقه، هذه راه ناجحه بالصحه والراحه. في أمان الله.